الثامن من مايو عام 1945 انقشع الظلام أخيرا واحتفل الناس حول أوروبا والعالم بالنصر على ألمانيا النازية. تحقق النصر بعد حرب دامت سنة كاملة بدءا باليوم المبارك للإنزال البحري على شواطئ النورماندي في يونيو عام 44. وباقتراب الهزيمة غدا أدولف هتلر أكثر إصرارا على القتال حتى النهاية. ازدادت وحشية وتعصب النازيين مع تهالك الريخ الثالث التدريجي. تلك الأشهر الأحدى عشر أقصى وأكثر فترات الحرب وحشية تركت ندبة عميقة في القلوب كما في تاريخ الإنسانية. في صيف عام 44 أي بعد 5 سنوات قضتها أوروبا تنتظر التحرير تحت ظلال الحرب، وفي 6 يونيو هبت رياح الحرية أخيرا فوق شواطئ النورماندي. في مساء اليوم الأطول استطاع أكثر من 150,000 مقاتل الوصول إلى الشاطئ، وفي 1 يوليو كان قد وصل عدد المقاتلين في النورماندي إلى 1,000,000. سيطر الحلفاء على السماء وأخذوا يدمرون البنى التحتية التي استخدمها الألمان. استهدفت قوافل الإمداد العسكرية كلها، حتى أن القائد الميداني الشهير روميل قائد القوات الألمانية في النورماندي جرح في إحدى الغارات الجوية. وذاعت دعابة بين صفوف الألمان تقول: إن رأيت طائرة بيضاء فهي أمريكية، وإن رأيت طائرة سوداء فتلك إنجليزية، أما إن لم ترى شيئا فذاك أسطول الجو الألماني. ومع ذلك لم يكن الحسم العسكري بتلك السهولة، فقد أظهرت قوات هتلر مقاومة عنيفة. توقع الجنرال البريطاني مونتغومري أن يسيطر على مدينة سال خلال 24 ساعة، ولكن الأمر تطلب 6 أسابيع من القصف الجوي الذي سوى المدينة بالأرض. وأخيرا في آخر أسبوع من يوليو تم اختراق الجبهة المعادية. نجح الأمريكيون في الدخول إلى شبه جزيرة كوتانتان، وحررت قوات التحالف بريطاني، وسرعان ما سقطت المدن واحدة تلو الأخرى أمام الهجوم الكاسح لقوات الجنرال باتن الأمريكية التي أخذت بالتوغل شرقا. وهكذا استمر تحرير أوروبا الغربية، وتحول غرب فرنسا إلى أنقاض. أثار ذلك غضب الأهالي، ولكن وبعد 4 سنوات من الاحتلال العسكري النازي كان ذلك أملهم الأخير. كانت الثقة بالنفس عنوان الموقف. سنقطع ألمانيا كما نقطع الزبدة، هذا ما تنبأ به المقربون من الجنرال أيزنهاور القائد الأعلى لقوات التحالف. ما عزز حالة التفاؤل تلك هو اشتعال الجبهة الشرقية، حيث أطلق ستالين القوات الروسية في عملية باغراتيون، وكان هدفه فتح الطريق إلى وارسو ومنها إلى برلين. تقدم الجيش الأحمر كمدحلة بخارية وسحق كل شيء في طريقه على جبهة بطول 1,000 كيلومتر. أكثر من 1,000,000 رجل، 4,000 دبابة، 30,000 مدفع، وأكثر من 6,000 طائرة، كل ذلك انهال على العدو قصفا لم يكن لشيء أن يوقفهم. أظهر بطل الكريملين ولعه بالتاريخ. انتظر ستالين حتى 22 يونيو قبل أن يبدأ هجومه. كان هتلر قد هاجم روسيا في التاريخ نفسه قبل 3 سنوات في 22 يونيو عام 41. حقق السوفييت على تلك الجبهة الانتصار تلو الانتصار. كان هتلر قد أمر جنرالاته بتطبيق خطة دفاعية، أن يحفر في عدة أماكن محددة للإحاطة بالعدو وإجباره على الدخول في معركة دامية طويلة. بفرضه لحرب حركية في العام 1940 تفوق هتلر تكتيكيا،
وبمحاصرته لجنرالاته في الكاتدرائيات عاد الفهرر إلى الحرب على الطراز القديم. حاصر السوفييت المدن وانتظروا سقوطها كالثمار بعد نضجها. فيتبسك، أورشا، موغيليف، بوبريسك، مينسك، مدن بيلاروس كلها سقطت الواحدة تلو الأخرى. كتب فاسيلي غروسمان مراسل الصحيفة السوفيتية ذا ريد ستار ما يلي: الطريق إلى بوبريسك طريق جزاء، فهنا يبتلع مرجل الموت دون رحمة كل أولئك الذين لم يلقوا سلاحهم ويفروا إلى الغرب. لإبطاء تقدم الروس اتبع الألمان سياسة الأرض المحروقة، فخربوا كل المدن ودمروا جميع البنى التحتية. ولكن لا شيء يمكنه إيقاف الجيش الأحمر، لا الجسور المدمرة ولا آلاف الألغام التي زرعها الألمان. كان هجومهم متسارعا إلى درجة أن وقودهم كان ينفد من مدرعاتهم، حتى أن الجنود الروس اضطروا أحيانا إلى خلط الشراب مع الديزل لتحريك دباباتهم. كتب عريف ألماني إلى زوجته: إن استمر الروس بهذا الاتجاه فلن يطول انتظارك حتى تجديهم على باب بيتك. كانت المناطق المحررة تحترق، خسر السكان المحررون كل شيء، ممتلكاتهم وغالبا منازلهم وأحيانا حياتهم. للاحتفال بإحدى أكبر الهزائم التي منيت بها القوات الألمانية الفيرماخت، استعرض ستالين 57,000 أسير ألماني في شوارع موسكو في 17 يوليو عام 1944. قبل 3 أعوام من ذلك التاريخ كان هتلر قد وعدهم بالاستعراض في شوارع موسكو. وعد تحقق. القوات البريطانية والأمريكية والكندية تهجم من الغرب ومن الشرق السوفييت. وقع الرايخ تحت تهديد السقوط المفاجئ، وخاصة أن هجوما عنيفا كان على وشك الإطباق على رأسه. بعد أن اقتنعوا بقرب الهزيمة، قررت مجموعة من الضباط الألمان تصفية هتلر كي يستطيعوا البدء بالمفاوضات مع الحلفاء. وفي 20 يوليو، وخلال اجتماع الفوهرر بكبار ضباطه، انفجرت القنبلة. 7 ضررا كبيرا، لكن هتلر نجا بأعجوبة. أصيب بانفجار في طبلة أذنه، ولكنه بقي على قيد الحياة. لم يحالف الحظ جميع من كانوا معه، فالكثير من الرجال أصيبوا بجروح خطيرة أدت إلى مقتلهم في نهاية المطاف. في اليوم نفسه زاره بينيتو موسوليني الذي لم يزل يحكم النصف الشمالي من إيطاليا. عندما أراه هتلر موقع محاولة الاغتيال قال: انفجرت القنبلة بين قدمي، من الواضح أن لا شيء يمكنه إيذائي، قدري هو ملاحقة هدفي وتحقيقه. أنا متأكد الآن أكثر مما مضى بانتصار قضية العظمى ورغما عن كل الأخطار. فسر هتلر نجاته على أنها رسالة من السماء. أمسك موسوليني نفسه من إظهار مخالفته لتفسيره، وقبل أن يغادره قال دوتشي له: بعد هذه المعجزة لا يمكن لقضيتنا أن تخفق. عندما علم الألمان بنجاة هتلر بكوا من الفرح. شكرا لله، الفهرر على قيد الحياة. هذا ما كرره الناس على طرقات برلين،
ففي يوليو عام 44 كان الكثير من الألمان مؤمنين بأن الفهرر هو أملهم الوحيد بالنصر. في مساء اليوم الذي حدثت فيه محاولة الاغتيال خطب الدكتاتور بشعبه قائلا: هناك عصابة من المجرمين سوف يعدمون بدون رحمة. واجب كل ألماني أن يواجه هؤلاء الأشخاص بكل قوة وأن يعتقلهم عند رؤيتهم، وإذا قاوموا عليه أن يصفيهم من دون أي تردد. أطلق التفجير العنان لما في هتلر من جنون العظمة. اعتقل 5000 وتمت محاكمتهم ميدانياً. بعض الجنرالات الذين ارتدوا أجمل اللباس قبل بضعة أسابيع وقفوا حينها أمام القضاة في رساميل بالية متسخين مهزومين. القاضي فرايزلر نازي متعصب انهال عليهم بالشتائم، صرخ بصوت عال مما اضطر التقنيين المسؤولين عن تسجيل تلك المهزلة إلى مطالبته بإخفاض صوته. لم يلقي لهم بالاً. أعدم الجميع حتى الموت بسبب خيانتهم لكل شيء عشنا وقاتلنا من أجله، أما القادة فأرسلوا إلى الرايخ. تم إعدام حوالي 200. بعد هذا التطهير الوحشي أصبح الألمان أكثر حماسة لئلا يشك أحد بإخلاصهم. كان عليهم إظهار إخلاصهم للفهرر حتى النهاية. في الجيش تم استبدال التحية العسكرية التقليدية بيحيى هتلر. وضع النظام أكثر رجاله إخلاصاً في أعلى المناصب، بدءاً بقائد الأس أس هاينريك خيملر والذي عين قائداً للجيش الاحتياطي. لقد أصبح قائداً لأكثر من 2,000,000 رجل. غوبلز وزير الأعلام أصبح وزير الحرب في الرايخ. مسروراً بالسلطة الجديدة أسر لرفاقه، يحتاج هتلر إلى قنبلة تحت مؤخرته ليبدأ بالتفكير المنطقي. لم يحطم التفجير النظام، بل على العكس زاده تماسكاً. على كل حال كانت قوات التحالف ما زالت تتقدم من الشرق ومن الغرب. وفي أواسط أغسطس وصلت القوات الفرنسية والأمريكية بروفانس في الجنوب. القوات الخاصة الأمريكية تحت قيادة الجنرال باتش وجنود الجيش الفرنسي الأول بقيادة الجنرال دي لاتر بدأوا بغاراتهم على الجنوب الفرنسي. وبمساعدة القوات الفرنسية في الداخل تم تحرير مارساي قبل التوجه إلى رونفال. لكن هذه الصور المهينة للقوات الألمانية لم تكن لتنقل الواقع، فقد تمكن أكثر جنود هتلر من الانسحاب. نجح أكثر من 400,000 جندي في العودة إلى ألمانيا والتجهيز للدفاع عن بلدهم الأب. بعيداً عن الجبهة أذيعت الأخبار في السينما لرفع الروح المعنوية، وفي حين كان الرايخ يتداعى اعتقد الكثير من الألمان بأن الحرب ما زالت بعيدة. تشهد الصور على حياة الرخاء والتقاليد الشعبية التي استمرت في البلاد. كانت ثقة الألمان بهتلر ما تزال قوية، وكيف لهم ألا يفعلوا والحزب موجود في كل مكان. كان الطعام متوفراً بكثرة وواظبت المعامل على الإنتاج. استمرت الحكومة في عملها وتركت حديقة برلين للحيوان مفتوحة للزوار. الحرب؟ أية حرب؟ مع أن مشهد السباحة هذا قد التقط في أغسطس عام 44 في مدينة داكو، فعلى بعد بضعة كيلومترات فقط استمر أقدم معسكرات الاعتقال في ألمانيا بإعدام الأسرى الأوروبيين. وبينما كانت ألمانيا تستجم في شمس الصيف كانت أوروبا ترزح تحت ظلال الغطرسة النازية. تابع النظام سياسة الإبادة.
وحتى مع وصول الحلفاء إلى تخوم باريس، غادر موكب أخير من السجناء باريس إلى معسكرات الإعدام في 17 من أغسطس عام 44. بعد أسبوع فقط في 25 من أغسطس تم تحرير باريس. لم يتوقع الحلفاء أن يحرزوا تقدماً سريعاً كهذا. استعرض الأمريكيون المنتصرون وسط الهتافات. عانقت الباريسيات محرريهم. البهجة كانت تعلو وجوههن. Là ou pas là, en souriant, la petite parisienne dit gentiment, justement je vais par là. Oh, oh. ظن العديد من جنود القوات الأمريكية أن الجزء الأسوأ قد انتهى وأن هزيمة الرايخ باتت واقعا. حمل الصيف وعد النصر، بينما خبأ الخريف سلسلة من النكسات. منذ اليوم المبارك لإنزال النورماندي، شك الجنرال الأمريكي أيزنهاور بقائد قوات التحالف البرية الجنرال البريطاني مونتغومري، والذي شهد عدة إخفاقات في النورماندي. رغم هذه النكسات، طلب مونتغومري أن تستمر العمليات ضد الرايخ وأن توضع كافة القوات الأنجلو أمريكية تحت تصرفه، لكن أيزنهاور قابل طلبه بالرفض. ولكي يتجنب وضع كافة قواته تحت إمرة مونتغومري، قسم أيزنهاور القوات إلى مجموعتين، الأولى تحت قيادة مونتغومري، وكان عليها التقدم شمالا نحو بلجيكا وهولندا بمهمة احتلال ميناء أنتويرب. فسيطرة الحلفاء على الميناء تعني سهولة نقل الدبابات والذخيرة إلى منطقة أقرب نحو الجبهة. المجموعة الثانية وضعت تحت إمرة الجنرال الأمريكي برادلي، وكان عليها التقدم شرقا مدعومة بقوات الجنرالين باتن وسيمسون. تسارعت الأحداث في سبتمبر عام 44. تقدمت القوات البريطانية والكندية تحت إمرة مونتغومري حتى احتلت براسل. في اليوم التالي في أنتويرب اعتقل المنتصرون مئات السجناء، لكن دون أن يعلموا ما الذي سيفعلونه بهم. أعيدت حديقة الحيوان إلى الخدمة. مع أن السلطات البلجيكية احتفت بمونتغومري، إلا أنه ارتكب خطأ في استعجاله غزو ألمانيا. كانت قواته قد احتلت أنتويرب كما هو مخطط، لكنهم أهملوا تمشيط الجزر وضفاف الأنهار على مداخلها، وهناك كانت تسيطر وحدات معززة من القوات الألمانية. وكنتيجة لذلك لم يكن باستطاعة أي سفينة للحلفاء الاقتراب من الميناء لتقديم الدعم للجبهة. أغضب ذلك أيزنهاور، وقد كان على حق. فطوال شهرين استمرت قوات التحالف في محاولة كسر المقاومة الألمانية عبر عمليات برمائية خطيرة. إخفاق مونتغومري كلفه 13,000 ضحية، لكن هذا لم يؤثر في عزيمته. استطاع إقناع أيزنهاور بإعطائه كل التعزيزات الممكنة. هدفه عملية إنزال جوي هائلة في أرنهيم في هولندا. أطلق على العملية اسم عملية ماركت جاردن. في 17 من سبتمبر عام 44، 20,000 مظلي وأكثر من 13,000 مقاتل في طائرات شراعية انطلقت باتجاه هولندا. كانت أكبر عملية إنزال جوي في التاريخ. هبط المظليون الأمريكيون والبريطانيون والبولنديون خلف خطوط القوات الألمانية وسيطروا على سلسلة من الجسور في ماس وفال وراين لمنع الألمان من تدميرها. وبعد تأمين الجسور، تمكنت القوات البرية من الالتفاف حول دفاعات خط سيغفريد من الشمال، ومن ثم غزت الرايخ. كان مونتي واثقا من نفسه، ستنتهي الحرب مع حلول عيد الميلاد.
لسوء الحظ تعقدت الأمور على الأرض. هبطت الطائرات الشراعية ولكن بعضها تحطم. كانت الأهداف أبعد من قدرتها على الطيران. أسر الألمان طائرة شراعية واستطاعوا الحصول على بعض المعدات والإمدادات، ولكن الأهم أنهم وجدوا فيها مخططاً للعملية. كان أحد الضباط قد أخذه معه في خرق للأوامر. مع وصول الدفعة الرابعة من المظليين كان الألمان في انتظارهم، فاصطادوهم كالحمائم وهم في السماء. في مدينة أرنهم تسابقت كتيبتا دبابات ألمانية لحصار المظليين البريطانيين. وبعد 5 أيام من القتال العنيف استسلم جنود مونتغومري. في المحصلة خسر الحلفاء أكثر من 17,000 رجل مقابل تحرير جزء صغير من هولندا. فشل الحملة كان بداية الكارثة. في محاولة لمساعدة عملية مزرعة الخضروات قام عمال السكك الحديدية الهولنديين بإضراب، وفي عملية انتقامية أوقف الألمان توريد الطعام إلى المناطق المحتلة من هولندا. تطاولت الطوابير أمام مخازن الطعام الفارغة. في نوفمبر اجتاحت المجاعة البلاد ومات آلاف المدنيين جوعاً. يتذكر هنري الذي كان بعمر 10 عندها أنه لم يكن هناك شيء أهم من الطعام. كان قد استيقظ في الصباح ليفكر بالطعام. كانوا يتكلمون عن الطعام طوال اليوم، وعندما كان يخلد للنوم جائعاً كان يحلم بالطعام. عانى الهولنديون لأشهر طويلة فيما أطلقوا عليه اسم شتاء الجوع. قضى أكثر من 16,000 مدني. بينما استمر الهجوم على مونتي في هولندا، كانت القوات الأمريكية تحت لواء برادلي تتقدم. في سبتمبر وصلت قواته إلى مدينة أكن الألمانية. أمر هتلر قواته بالدفاع عن المدينة حتى آخر رصاصة. كان على الجيش الأمريكي الأول أن يمشط المدينة شارعاً شارعاً، منزلاً منزلاً، في قتال عنيف. لا أفهم، قال أحد الجنود، هم يدركون بأنهم سيقتلون، لماذا يصرون على عدم الاستسلام؟ بعد 5 أسابيع من الحصار ومقتل أكثر من 1,000 مقاتل أمريكي سقطت المدينة أخيرا. جرب الألمان لأول مرة شعور آلاف الأوروبيين في السنوات الماضية عندما نزحوا أمام حشود الجيش الألماني. كان لاحتلال أكن أهمية رمزية. كانت المدينة الألمانية الأولى التي تسقط في يد الحلفاء. أخذ موطئ قدم لهم في ألمانيا كان مقدمة بعيدة للنصر. كان تقدم الحلفاء يجابه بمقاومة ألمانية عنيفة. فشل مونتي في عمليته في هولندا وبقي ميناء أنتويرب صامداً. والجنرال العنيد باتن المتحمس في إكمال تقدمه شرقاً كان يعوزه الوقود. يمكن لرجال أن يأكلوا أحزمتهم، لكن دبابات تحتاج إلى الوقود. كان غاضباً. اضطر إلى المراوحة في مكانه، ومن سخرية القدر أن جزءاً من وقوده كان قد أعطي للبريطانيين. بتوقف باتن لم يستطع الحلفاء استغلال نصرهم في الجبهة الغربية، وكنتيجة كان للألمان الوقت الكافي لإعادة تحصين دفاعاتهم خلف نهر الراين. أغلقت الجبهة الغربية
انتهاء الحرب بحلول عيد الميلاد كان حلماً وتبخر، واستمرت الحرب. على الجبهة الروسية نجحت عملية بيجراتين بين 22 من يونيو والواحد 31 من أغسطس عام 44. أخرج الروس 700,000 مقاتل ألماني من المعركة، واحتلت قوات الجنرال زوخوف 500 كيلومتر خلال 5 أسابيع. اقترب السوفييت من وارسو. حرضت الإذاعة الروسية السكان على الثورة، وعلى أمل مساعدة الجيش الأحمر انطلق الجيش البولندي في تمرده في 1 أغسطس. كانت الأيام الأولى مباركة، انتصبت المتاريس في كل مكان، شارك الجميع في القتال كل من موقعه. وضع الثوار ثقلهم في المعارك واستطاعوا إجبار الألمان على التراجع. أدرك البولنديون بأن الروس كانوا قريبين منهم في الجهة المقابلة من فيستولا، وبوجود تلك القوة الحليفة في انتظارهم لم يكن لدى الثوار ما يخشونه. ولكن في 4 أغسطس أرسل الألمان تعزيزاتهم. المهمة كانت إنهاء التمرد البولوني بأي وسيلة كانت. أمطرت المدينة بالقذائف دون رحمة. وفي نهاية المطاف استعاد الألمان السيطرة على المدينة وأحبطوا محاولة الثوار. أحرقت المشافي وأعدم الجرحى. كان من الممكن للثوار أن يقلبوا الموازين لو أنهم حصلوا على الدعم اللازم، لكن الجيش الأحمر وقف موقف المتفرج. فبينما دمرت القوات الألمانية المدينة، خيمت القوات السوفيتية على ضفاف فيستولا. لم يتحرك ستالين، لم يكن ينوي التدخل، حتى إنه ولفترة من الزمن رفض السماح للقوات الأمريكية والبريطانية باستخدام مطاراته لدعم الثوار، وتركهم يواجهون مصيرهم. كان له في ذلك دافعان: السماح لمقاتليه باستجماع قوتهم بعد عملية بارغريشن، فقوات الإمداد كان عليها إيصال الوقود والأسلحة والذخيرة وقطع الغيار إلى الجبهة في فيستولا. وهكذا ترك ستالين الثوار البولنديين غير الشيوعيين لمصيرهم. حركة ساخرة أمل منها إفساح المجال أمام سيطرة الشيوعيين على المنطقة لاحقا. اعترض الأمريكيون والبريطانيون، لكن ليس إلى درجة يفسدون فيها علاقاتهم الطيبة مع موسكو. كان ذلك ثمن التحالف مع السوفييت في وجه هتلر. انتهت الثورة في وارسو بحمام دماء. قضى 250,000 من المدنيين و 15,000 ثائر بولندي. وبعد 2 شهر من المعارك صمتت البنادق واستسلم جيش الثوار. تم تدمير وارسو بالكامل تقريبا، وأصبح البولنديون الذين انتظروا الدعم من السوفييت في ذعر من الوقوع بأيديهم. كتب أحد الشعراء: انتظرناك أيها الطاعون الأحمر لتنقذنا من الموت الأسود.
بينما كان يخيم الجيش الأحمر على ضفاف فيستولا إلى الغرب، استطاعت جيوش التحالف أخيراً احتلال ميناء أنتورب. وصل الأمريكيون إلى نهر الراين، ووقع الرايخ أخيراً بين فكي كماشة. لكن على الرغم من تعرضه للهجوم على جبهتين، لم يبدي النظام النازي أياً من مظاهر الانكسار. على العكس، أطاع الجيش قائده الأعلى بشكل أعمى. في نوفمبر أطلق هيملر الفولكستورم، عاصفة قوات الشعب. جندت هذه الميليشيا الرجال الذين لم يكونوا قد انضموا إلى قوات الدفاع عن الوطن بعد. على غفلة، المحامون القرويون، المراهقون في الأرياف، الخبازون في الضواحي، وجدوا أنفسهم مسلحين بقواذف صواريخ للدفاع عن الرايخ. كان الشعب الألماني ما زال متحداً خلف الفوهرر. لم يكن باستطاعتهم تصور بديل عن النظام النازي. هذا لأنه وخلال 12 سنة من الحكم احتل هتلر أدمغة الألمان. في ديسمبر عام 44 صمدت ألمانيا على جبهتين ولمدة 6 أشهر. استنزف الرايخ، ولكن اقتصاديا ضاعفت البلاد جهودها في المعامل التي تنتج الدبابات والطائرات والغواصات والذخيرة. وعندما لم يكن باستطاعتهم كسب الحرب بالعدد، أدخل الألمان أسلحة جديدة إلى الحرب كالدبابات المصغرة التي تقاد عن بعد، والغواصات ذات السائق الواحد. لكن الأهم من ذلك كله كان ما أسماه هتلر الأسلحة العجائبية. V1 القنابل الطائرة التي كانت تمطر لندن منذ يونيو وتتسبب في قتل آلاف المدنيين. V2 كانت الصواريخ البالستية الأولى في التاريخ. لعدة سنوات طورت بشكل سري في مصانع الرايخ. في خريف العام 44 غدت جاهزة أخيراً. كان بمقدور تلك الصواريخ حمل 1000 طن من المتفجرات. ورغم التأثير المحدود لتلك الأسلحة، فقد كانت سبباً في رفع الروح المعنوية للألمان. كتب أحد الشبان: كان حديثنا كله عن V2، ربما نستطيع استخدامها لتصل أمريكا. أنا واثق من أن النصر سيكون حليفنا. عاد الفضل في هذا الاستبسال الصناعي إلى رجل واحد، ألبرت شبير. أشرف مهندس الفوهرر على إعادة الهيكلة تلك والتي وصفها بالعجائبية. فرغم استمرار قصف قوات التحالف، زاد إنتاج الأسلحة حتى يوليو عام 44. ولكن تلك العجائبية اللاربانية كان لها اسم آخر، العبودية. استغل الرايخ ملايين العمال، المنفيين، اليهود، الشيوعيين، الثوار. كما تم تجنيد العمال من مختلف البلدان الأوروبية، وكذلك تم تحويل أسرى الحرب إلى عمال. عمل قرابة 9 ملايين رجل وامرأة لصالح الرايخ في ظروف عمل سيئة. وهكذا استطاعت الصناعة الألمانية مجاراة متطلبات الحرب، واستطاع الرايخ التحول من الدفاع إلى الهجوم. على الجبهة الغربية ترك تقسيم قوات التحالف إلى مجموعتين هضبة الأردناز دون حماية. وهناك قرر هتلر أن يشن هجومه. في 16 من ديسمبر وفي ذهول من الحلفاء، أطلق 1900 مدفع النار. في الساعات الأولى أعطى عنصر المفاجأة التقدم للألمان. ظن الحلفاء أنهم يقاتلون جيشا مهزوما،
لكنهم وجدوا أنفسهم في مواجهة هجوم عكسي عنيف. كانت تلك مغامرة كبيرة بالنسبة لهتلر، فقد توقع أن يحيد ذلك الهجوم الجبهة الغربية ويقنع الأمريكيين والبريطانيين بأنهم لن يستطيعوا تحقيق النصر. ومن يعلم، ربما استطاع إقناعهم في التحالف معه ضد الشيطان البلشفي. كان هتلر على قناعة تامة بأن تحالف الغرب مع الشرق كان ضد الطبيعة، وكان قدره أن يتفكك. الماركسيون يتحالفون مع الرأسماليين، كانت تلك هرطقة ببساطة، سيتداعى ذلك التحالف. حقق الألمان تقدما، وقد ساعدهم في ذلك المناخ السيء الذي منع طياري التحالف من التدخل. كان التقدم مذهلا. كتب أحد الضباط لزوجته: لا يمكنك تخيل أيام الفخر التي نعيشها الآن. وكأن الأمريكيين عاجزين عن الصمود في وجه عظمة ضرباتنا. ذاعت الأخبار في بلجيكا والألساس. لم تطل فترة تخلصهما من الطاعون الأسمر. الألمان عائدون. المدنيون الذين عادوا إلى منازلهم مؤخرا عادوا إلى الطرقات. كتب غوبلز في إحصائيته: الناس فرحون جدا باستلامنا زمام المبادرة مجددا، وخصوصا بهذه الطريقة المفاجئة. رفعت تلك العملية الروح المعنوية لدى الألمان. كتب أحد الجنود لزوجته: أصبح الثلج أحمر بسبب دماء الأمريكيين، سنرميهم في المحيط. أولئك المتعجرفون، قردة العالم الجديد، لن يضعوا قدمهم على أرض بلادنا. لكن عزم الجنود الألمان تحول أحيانا إلى شيء من الوحشية، فقد ارتكبوا العديد من جرائم الحرب. في 17 من ديسمبر أعدم الأساس 69 أسيراً أمريكياً بالرصاص. في اليوم ذاته وفي مدينة مالميدي تم اكتشاف 86 جثة من جنود القوات الخاصة الأمريكية التي أعدمتها وحدة الأساس ذاتها. وكذلك نفذت المجازر بحق المدنيين البلجيكيين، الرجال، النساء والأطفال، لم يتركوا أحدا. في هذه الأثناء سيطرت الفوضى على صفوف الأمريكيين، وليزيد الطين بلة تنكر الكوماندوس الألماني بزي الأمريكيين واخترقوا معاقل الحلفاء، فغيروا لافتات الطرقات وعاثوا دمارا. أصبح الجنود يشكون بالجميع وبكل شيء. اعترضوا الآليات ودققوا في الهويات الشخصية. أخبروهم أن يطرحوا عليهم أسئلة الأمريكيون فقط يستطيعون الإجابة عليها. في أصعب فترات شتاء عام 44 كانت الشرطة العسكرية في كل نقاط التفتيش تطرح الأسئلة التالية: ما اسم صديقة دونالد داك؟ ما اسم كلب روزفلت؟ تم إلقاء القبض على بعض الجواسيس. تابعت القوات الألمانية زحفها. حاصروا مدينة باستونيا البلجيكية، موقع استراتيجي هام لعمليتهم. 18,000 مقاتل كانوا يدافعون عن مدينتهم. سرى بين صفوفهم إشاعات عن أن الألمان لا يتخذون أسرى. ضعف الجنود الأمريكيون إصرارهم على المقاومة، ولكن سرعان ما حاصرت دبابات البانزر الألمانية المدينة. أطبق الحصار على القوات الأمريكية. وبينما كان يخطط لهجوم آخر جنوباً، تم استدعاء الجنرال باتن للمساعدة. في منتصف الشتاء دار بجنوده 90 درجة واتجه مباشرة إلى الشمال يحث الخطى نحو باستونيا. كان قد وعد أيزنهاور بأن مناورته لن تستغرق أكثر من 3 أيام. سارت دباباته ليلاً ونهاراً في ظروف مهيبة، لكنهم لم يضعوا في حسبانهم الطرق المغطاة بالثلوج.
بالتزامن مع ذلك قارع الأمريكيون الألمان والطقس. الكثير منهم مات متجمداً في الحفر الفردية. في 23 من ديسمبر نظر الألمان إلى السماء مرعوبين. توقفت الثلوج عن الهطول، وبدلاً عن ندف الثلج امتلأت السماء بالطيران الأمريكي الذي أغار على مواقع الألمان. بعد ذلك بقليل وكما وعد باتن وصل جيشه الثالث لفك الحصار عن باستونيا، وفي الوقت المناسب فشلت مقامرة هتلر. كانت الخسائر البشرية كبيرة، 80,000 بين قتيل وجريح من جهة الحلفاء، و 120,000 من جهة الألمان. بالمحصلة أخرت الحرب قليلا سقوط الرايخ، ولكنها كانت صفعة تحذير للحلفاء. لقد تنبهوا لشيء مهم، الألمان ما زالوا خطيرين. سادت البلبلة في مقر قيادة الفوهرر. اقترح غورينغ على هتلر طلب هدنة. لقد خسرنا الحرب، هذا ما قاله. ورد هتلر: أنا أمنعك من اتخاذ قرار كهذا الآن، وإن خالفت أوامري سأطلق عليك النار. كان هتلر أسيراً لأوهامه وأصر: لن نستسلم، إن هزمنا سيقضي العالم معنا. على الرغم من انسحاب جيش هتلر من كل الجبهات، استمرت الحرب والفوضى لخمسة أشهر قبل سقوط برلين وهزيمة الرايخ الثالث. تم إضعاف الوحش، ولكنه لم يمت بعد. بدأ أن الألمان مستعدون لاتباع الفوهرر حتى النهاية.